سينتصر العراق على البغايا، فأرسل من عظام الصدر نايا، وأشعل فيك معركة انتصار لتفهم مقصد الشرف البرايا. عراقيون، والأيام تدري بأن العز يقبع في الثنايا. عراقيون، واستنطق رؤانا لتبصر ما تكثف في الحنايا. عراقيون، من شرف عنيد نسجنا بالدم القاني الحكايا. عراقيون، أولى بشريات يزين جيدها حبل الوصايا. عراقيون، وانتظروا جميعا بزوغ الشمس من وجع الزوايا. أهلا بكم إلى عدد جديد من بيت القصيد، حياكم الله يا عمارة بيت القصيد، حيا الله أهل بلاد الرافدين. يطيب لنا نستضيف في هذا اليوم الشاعر السوري الأستاذ محمد الشريف. حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا بكم، أشرف بهذا اللقاء وأسعد بكم وبمشاهديكم الكرام. نحن أكثر سعادة منك بكل الأحوال. وفي البداية دعنا نتحدث عن قصر عمر الظالم والظالمين مقارنة بطول عمر القصيدة التي تنافح وتكافح وتدافع في سبيل الحق. أكيد، كما يقال، إن كان للباطل جولة فللحق جولات. أين الظالمون الذين كتبت فيهم القصائد؟ مات الظالمون وقهر الظالمون ودحر الظالمون وبقيت القصيدة خالدة. مهما طال عمر الظالم، كم هو من عمر الزمن؟ هنالك قصائد عمرها آلاف السنين، خلدت ظلم الظالمين وخلدت انتصار العادلين والفاتحين. لذلك كان الظالمين يتهربون أو يهربون من الشعراء الأحرار الذين سيخلدون ظلمهم إلى أبد الآبدين. دعنا نتحدث الآن عن الإلحاح الذي يقع في نفس الشاعر محمد الشريف ورغبته بأن تكون القصيدة إضافة ترضي ضميره، تقف أو يقف فيها عند مسؤوليته الوطنية والأخلاقية والإنسانية. حدثنا عن هذا الشعور ورحلة الوجع التي تكتنفك أثناء كتابة القصيدة النازفة. الحقيقة أن القصيدة تولد، والولادة يسبقها المخاض والحمل، وقد يكون المخاض عسيرا حسب الظروف المحيطة. بالنسبة إلي، الشعر هو قضية وهو أمانة. نعم. وأصف نفسي أني أقف على ثغر مع إخوتي الثوار والمظلومين. مسؤولية، نعم، أن توثق الحقيقة. القصيدة تاريخ أستاذ مصطفى، حقيقة معظم الملاحم كتبت بالقصائد وخلدت بالقصائد، ومعظم الأحداث. فالتاريخ إن كان يتم تزويره، أما القصيدة لا تزور. نعم. تاريخ القصيدة لا يزور. لذلك وجدت نفسي منذ البداية، منذ بداية الحراك ومنذ بداية شعور الظلم الذي يكتنف الكثيرين، لابد من أن تكون الكلمة والشاعر هو حد الفصل. وهذا ملح كثيرا، لأن القصيدة عندما تولد تأخذ معها شيئا من روح الشاعر، فهي جزء منه. لذلك يجب أن تكون صادقة، وما خرج من القلب يصل إلى القلب. العراق قصيدة لا يمكن أن تموت، هكذا تغنى بالعراق كثير من الشعراء. حدثنا عن فكرة الوطن الواحد الممتد على طول الخريطة، على امتدادها شرقا وغربا، فنحن أمة واحدة ووطن واحد، وبطبيعة الأمر هم واحد. الوطن العربي ما يحضرني الآن بوصفه أنه فعلا كالجسد الواحد. ترى العراق يجيب سوريا، واليمن يجيب ليبيا، هناك تناغم عجيب. الظروف واحدة والظلم واحد والمطالب واحدة والحرية منشودة. العراق له وقع في نفس كل عربي. عراق الإباء والعز والأصالة، إباء ناجدات، إباء العراقيين الذي كان لهم دور في أبرز مفاصل الحياة، في الحياة
الحياة العربية بشكل عام وكتابة التاريخ، يعني ماذا سنذكر من العراق؟ هل هم الشعراء الأفذاذ، أم هم الفلاسفة، أم هم العلماء، أم هم الذين نقشوا أسماءهم على جدار التاريخ امتداد العصور بما فيها هذا الزمن الحاضر الذي نعيشه، وإصرار كثير من أبناء العراق على خلق الحياة وانتزاعها من بين براثن الظلام والفاسدين كما خرج العراقيون. أنت كذلك خرجت مناصرة للعراق والعراقيين كما خرجت مناصرا لدمشق وعموم أبناء موطنك من السوريين. ولكن قبل أن نذهب إلى دمشق، دعنا نذهب إلى بغداد من خلال قصيدة عن العراق كتبها محمد الشريف. أكيد، تفضل. حقيقة هذه القصيدة لها وقع خاص مع بداية الحراك. نعم، لك أن تضع بقية الأوراق. نعم، لأننا سنقرأها يعني على مراحل متفرقة أثناء اللقاء. حقيقة عندما بدأ الحراك أيقنت أن هذه الأمة وهذا الشعب ينام لكن لا يموت. نعم. قصيدة بعنوان تراتيل العراق. ذكر العراق، ذكر العراق فذابت الكلمات، وانبث في صمت السكون حياة. أرسلت من شوقي العصي رسالة يبكي علي لحرها الأموات، وخططتها للرافدين تيمنا، وبثثتها فإذا الحروف صلاة. وأردت أن أحظى بقبلة عاشق، بغداد أنت الروح والنسمات. وطن يبث إلى الديار أنينه، فتجيبه العتبات والشرفات. جل البلاد جميلة، لكنك الأحلى قد حارت بوصفك الكلمات. يا من غدوت شغاف قلبي والهوى، يا من غدوت شغاف قلبي والهوى، قد أرهقتني بعدك الرحلات. من ليس يعلم أين يمضي أو متى، فله النوى والبؤس والويلات. الموت خير لي وأنت أسيرة، والمر عذب من يديك فرات. الموت خير لي وأنت أسيرة، والمر عذب من يديك فرات. الموت خير لي وأنت أسيرة بغداد، والمر عذب من يديك فرات. قد أبعدوني والديار عزيزة، ثوري لأجلي فالممات حياة. قد أضعف الصبر الفؤاد بطوله، وحكته في ذوبانها الشمعات. من للعراق يعيد سابق مجده، فالموت من أجل العراق حياة. من للعراق يعيد سابق مجده، فالموت من أجل العراق حياته. كيف يمكن لأهل العراق ولكل الباحثين عن هذه الشرفات المضيئة، كيف لهم أن يبلغوها؟ ما الذي ينقصهم ويحتاجون إليه؟ العزيمة والإصرار والثبات على الهدف. ربما يقول قائل مثل هذه المصطلحات الفضفاضة، هذه المصطلحات العاطفية لا محل لها على أرض الواقع، نريد خطوات عملية حقيقية يعني تقوم بها الشعوب، يتجاوز فكرة الثبات. نعم. والصمود والإصرار إلى ما هو عملي بصراحة. ما الذي نحتاج إليه؟ نحتاج إلى عدم القبول بأنصاف الحلول. دائما عندما يثور الشعب
تكون هنالك وجهة عامة لتخدير الشعب بحلول جزئية هنا وهناك وأنصاف الحلول. البقاء في الشارع، البقاء في الشارع حتى محاسبة كل الظالمين وكل الفاسدين، وعدم القبول بأنصاف مجتزئة وقليلا من الكهرباء هنا وقليلا من الماء وقليلا من تحسين المعيشة العربي، لم يثر إلا لأجل الحرية. والحرية يعني كما قال الشاعر، وللحرية الحمراء، وللحرية أحسنت، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق، فلا بد من بذل الغالي والرخيص. نعم. الآن ربما يقول قائل، حتى ولو كان الثمن باهظا وكان من هذا الثمن نزف المزيد من الدماء في الشارع، هل هذا يعد شكلا من أشكال الحل؟ مهر الحرية غالي. نعم، غالي جدا. والحرية تؤخذ ولا تعطى، ومعنى أنها تؤخذ أن هنالك من يعاندك وأيضا يبذل الغالي والنفيس، ونحن أصحاب حق وهم أصحاب باطل. لو أن يعيش البقية بحرية وكرامة وعدالة خير من أن نعيش جميعا وكلنا سالمين ولكن في ذل وفي هوان. وهذا ديدن العربي الأصيل. العرب الأقحاق لا يرضون الأقحاح، لا يرضون الهوان ولا الذل أبدا أبدا. لذلك المهر ثمين، ودفعنا على مر العصور والأزمنة الأرواح والأموال والأنفس، لكن نبقى بكرامتنا وعزنا. وأنا أشد على كل يد ثائر حر يريد الحرية، وكلنا فداء للحرية. وأجرى ناموس هذا الكون أن الشعوب أبقى من حكامها. أخذنا منك هذه الإجابة، والآن نريد منك أن تعطينا حبك لدمشق، لعل هذا الحب يحملنا إلى هناك، تلك الديار التي لا تزال تشتاق إلى أهلها المشتاقين. خذنا إلى دمشق، كيف تحبها وكيف تتمناها؟ دمشق هي الحبيبة الأولى، وكما قال الشاعر، كم منزل في الدهر يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، فما الحب، ما الحب إلا للحبيب الأول. دمشق، ذكرت وجهك فازداد الحلا ألقا، منذ افترقنا ودمعي يدمن الأرقا. دمشق يا حرة قصوا جدائلها ومزقوا منها الروح والحدقا، سكبوا دماي على زيتونها عطرا، فاستحال ثورة تشعل الأفقا. رحلت عنك وآه الحزن تجرحني، ودعت دارا تاهت بعدها الطرقا. ما بت ليلا إلا والأسى خلي، أشكو إلى الله طاغية ومرتزقا. فصارت دياري خيمة ثكلى، لا تقي بردا ولا حرا ولا غرقا. وضاقت بلاد العرب يا أسفي، وكان بيتي لكل العرب معتنقا. لا تسلموا أرضا مر الأنبياء بها، ودعا لها خير الخلق قد صدقا. حتى سمعت بصوت العز يطربني، نصر من الله في إدلب انطلقا. رجال بجيش الفتح أغبطهم، رفعوا لواء بريح الجنة اعتبقا. محروسة بجنود الله قاطبة، هذه الشآم
جل الذي خلق. نقلت طرفي بلادا زانها حسن، لكن قلبي لغير الشام ما عشق. لكن قلبي لغير الشام ما عشق، ويطيب العشق حينما يكون في حضرة الشام ودمشق التي نحبها جميعا. الآن سنذهب لمشاهدة قصيدة لأحد الشعراء، نسمعه وهو يلقيها صوتا وصورة. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن وإياكم إلى فقرة قصيدة للوطن، ومن ثم نعود، ابقوا معنا. بركام أشرعة أدس شراعي، أنا هكذا أمضي بدون وداعي، كرصاصة رحلت وما التفتت إلى حر البقاء بنابض الإرجاع. حقيقة العراقيون يعرفون جيدا نابض الإرجاع، لأن هي منطقة في البندقية تسحب الرصاصة مرة ثانية وتهيئ رصاصة أخرى. نعم. بركام أشرعة أدس شراعي، أنا هكذا أمضي بدون وداعي، كرصاصة رحلت وما التفتت إلى حر البقاء بنابض الإرجاع. لي لذة الفتح الجديد، وكل ما خلفي يظل يديره أتباعي، فيوزعون على الوجوه وجوههم ضحكا لدك معاقل الأوجاع. وإذا أقصر في عناقي همومهم لاموا عليه تقوس الأضلاع، وعلى تراثي ينفقون زمانهم مقلا لنوم ويقظة الإبداع، ويفسرون تساقط المعنى بأني قد دعوت الحسن للإسراع، فأقوم ظنا في جهات أربع وتقام أضرحة على أرباعي. أنا هكذا في كل عام تعتق الدنيا، فأدعو غيرها لسماعي، أبقي إناث البرتقال بغيظها، أبقي إناث البرتقال بغيظها، وأزف قداح الهوى لذراعي، وأزيد مهر السطح رغم عناده، لتكون تلك رسالة للقاعي، مع أن بعض القاعي أكثر حكمة، والسطح رغم علاه محض خداعي. ولذا برمت البحر صارت قاعه تلتف حول السطح منذ يراعي، فإذا فصلتهما مضى كل لمسقط رأسه، وأنا لفظ صداعي. لأقول للباكي بيوم رحيله إن الوداع رتابة الإيقاع، لا تكترث إن الكثير من الرؤى بدأت بنزع وانتهت بنزاعي. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولا نزال في رحاب هذا العدد المتميز من بيت القصيد. ولمن التحق بنا الساعة، ضيف هذا العدد من بيت القصيد الأستاذ محمد الشريف من إدلب في سوريا. ما الذي تشتاق إليه
في تلك الديار، وأعني إدلب هنا. إدلب الحبيبة هي الزيتون، وهي الزيتونة الأم، وحضنها الدافئ وطبيعتها الجميلة وملاعب الصبا. علنا نعود لنقبل جبينها. هل هناك فنون معينة، تراثيات معينة، صفات معينة تميز إدلب عن بقية المحافظات في سوريا بشكل عام؟ إدلب مدينة يلفها الهواء العليل بسبب شجر الزيتون والتين اللذين أقسم بهما جل جلاله في الآية الكريمة. إدلب مدينة هادئة جدا، وأهلها طيبون، وكما يقال على الفطرة فيهم الشعراء وفيهم المزارعين وفيهم الأحرار الذين وقفوا وقفة عز وكان موقفهم واضح وصريح من كل ما يجري. إدلب ما يميزها من الفنون الشعبية وما يسمى السجع أو الزجل كما يقال، وهو أو يسموها المواليات أو الموالات، التي تعبر عن أصالة وتراث هذه المنطقة، والحب الكبير الذي يقال أنه يأتي من نور وضوء الزيتون. خذنا إلى أخوة يوسف. الحقيقة أن سورة يوسف من أكبر وأعظم القصص في القرآن، وحقيقة هي تتكرر على مر الدهور باختلاف الشخوص واختلاف الأحداث، الزمان والمكان. إلى القصيدة. إخوة يوسف. الحلم العربي تلاشى، والوحدة قد حملت نعشى، والقومية قتلت توى، وأفاق المارد من نوم. الحرية الحرية الحرية، وسماسرة الحرب أطلوا، فالثورة بدأت يا قومي، والمجرم قد أرسل كلبه. فاجتمع الأخوة في عجل بعد الشهر التاسع فورا، وبعد غداء العمل العاشر، ووليمة لحم عربية، أولهم قد جرد سيفه وتفلسف فلنذبحها، والآخر قد جهز سطلا فحليب البقرة فياض، وسنبني ما هدم الأبله، وثالثهم قد أهدى الكفنا. بئس الإخوة، والله إخوة يوسف أهدى، والرابع قد جن جنونه، فسياستنا نأي النفس، ومصالحنا باتت حلما، والجولان خط أحمر قد بعناه، والجولان خط أحمر قد بعناه وقبضنا ثمنه، وفلسطين خط أخضر، وعراقي خط نفطي، والصومال فيه قتلنا، أما بورما فخط أسود في جبهة كل الأمة، وإيران مد صفوي، والخطر الأكبر في صدري، أبكي أهلا هجروا الوطن، أبكي أناسا باعوا الوطن، أبكي أناسا باعوا الوطن. الوطن وإن كان هناك من فرط به، إلا أن كثيرين لا يزالون يتشبثون به ويرفضون مجرد فكرة التنازل عنه. مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم في رحاب هذا العدد من بيت القصيد، ولكن بعد فاصل قصير. ابقوا معنا.
حياكم الله أعزائنا المشاهدين، عدنا من جديد ولا يزال في جعبة ضيفنا الكثير. دعنا نتحدث الآن عن فكرة وحدة العرب بحزنهم بجراحهم. هل تتوقع أن يأتي يوم ويتحد العرب بأفراحهم وانتصاراتهم؟ الأحزان التي مرت ثقيلة وأثقلت كاهل العرب فعلا، لكن الفرح قادم والوحدة قادمة بإذن الله. العربي لا ينام على ضيم، صبور صبور، لكن يأخذ ثأره ولو بعد حين. الآن لنتحدث عن فكرة الثأر الحضاري بمحاولة فتح مساحات أمل أمام الناس التي ينهشها اليأس بشكل شبه يومي من كل جانب. ما هي مهمة أو بما تتلخص مهمة الكاتب وصاحب الفكر والتفكير النير في هذا المجال؟ في المبحث الأول أن يقف بصدق ويؤيد الأحرار وأصحاب الحقوق. ثانيا وضوح الهدف. وضوح الهدف هو من أجمل ما يكتب به الشاعر. الناس عندما الشعراء هم المنابر وهم أصوات الحق، فعندما يرى الشارع أن الشاعر معه والشاعر ينصفه فهذا ما يزيد عزيمته. ونحن نعرف أن الشعراء كانوا في الحروب وفي الملاحم الكبرى هم في المقدمة، وهم من يلهبون المشاعر. نحن عرب ونقتات الشعر. الآن خذنا إلى نص جديد. أشعار محروقة بعد الثورة، قد حرقوا كل الأشعار، قد كسروا كل الأقلام غيظا أو حسدا لا أدري، وجلست وحيدا في الزنزان أقلب أفكاري، أبحث فوق فراش البؤس تحت جناح الظلم، بحثت بين القضبان بين دموع سقطت قد رسمت جرح الأحزان، عن أثر يرشدني عن زهرة ليلك قد سقطت سهوا من ديواني. وبدأت أصحح أفكاري، لن أكتب عن لص خائن، لن أذكر نفطاً يهرق فوق نهود العاهرة السمراء، لن أحكي مجزرة العلماء، لن أذكر أسماء الشهداء، سأكون العبد المأمور وأصفق مندهشاً لسماع خطابات الأمراء عن الحرية والأحرار، وأرجع مذلولاً للبيت كباقي زملاء الفقراء، وأدخل رأسي في البئر كي أنشد أغنية عصماء، لا يسمعني إلا الماء، لا يسمعني إلا الماء، وأبوح بظلمي وبقهري للظلماء، وبأني أكفر بالذل وأمزق آيات الجبناء، وبأني أدعو الله كل مساء بالتحرير من الدخلاء، أن أشرب من ماء القدس، أن أكتب شعري من دون مساءلة الرقباء، وأموت شهيدا إن أخبرهم عني الماء، لكني قررت سأكون الحجر الصوان، سأكون الحجر الصوان كي أسحق رأس العملاء. كيف للأحرار أن يطهروا صفوفهم؟ أليست هذه الفكرة فرض عين؟ هذا أكثر ما يخلخل الصف ويقض مجرى الأحرار، وهم الدخلاء المأجورين الذين يريدون إجهاض هذا الحراك وهذه الثورات النقية. كل أهل حي وكل أهل بلدة
يعرفون من هم الأذناب ويعرفون من هم المنافقين، ووجب تحييدهم تماما وإخراجهم لا السكوت عنهم. السكوت الآن عن أي شيء يعتبر إصابة في مقتل. التنظيف الصف وإخراج الخبث من الصف هذا ضروري، الإقصاء والمحاسبة لهؤلاء المنافقين وعدم السكوت عنهم لأنهم سيكونون المسمار الأخير في النعش. يعني ما بين الرقة ودير الزور والحسكة ومنطقة ما تسمى الجزيرة في سوريا، هذه المنطقة القريبة جدا من العراق، وعلى الجانب الآخر القائم وهي مدينة حدودية عراقية أيضا، هذه الروح العربية التي تثبت أننا شعب واحد ملتحم متحد، بينه عادات مشتركة ربما أنساب ومصاهرة. حدثني عن فكرة التقارب السوري العراقي، ليس فقط تقارب على مستوى الجرح والألم والأمل بالحرية، حدثني مما تعرف عن طبيعة تمازج العلاقات ما بين الشعبين العراقي والسوري. الحقيقة وحدة الجغرافيا أو نقول وحدة الأرض والتاريخ والعادات والمحبة، إذا بلغت شرق سوريا فأنت حقيقة أستطيع أن أقول أنك في العراق، وحتى اللهجة تكون اللهجة العراقية، وأيضا في غرب العراق تظن أنك في سوريا. العادات واحدة والمصاهرة وأبناء العمومة، الحدود هي شريط شائك فعلا في العلاقات وليس شريط شائك على الأرض، لكنها لم تثني الروح. الآن الأهازيج وما كان يقال، ويعني الأهازيج التي كانت تقال في الثورة السورية الآن تقال في العراق وفي غيره من البلدان، وهذا ما يدعو أن الشعوب العربية فعلا هي يد واحدة، لكن قسمونا ليسهل ابتلاع كل لقمة على حدة. قسمونا حتى يسهل ابتلاع كل لقمة على حدة، جميل هذا التوصيف. خذنا إلى النص الجديد الذي تود قراءته علينا الآن. كان هنالك مفاصل أشبه بالغصات كانت مؤلمة جدا في تاريخ الثورة السورية، ومنها مدينة دارية الأبية التي نكل بها، ودارية مشهورة بالعنب والعنب الأحمر القاني الذي يشبه لون الدم. نعم. فكتبت دارية العنب والدم كتاب الثورة، جلست أقرأ في كتاب الثورة، فنظرت صفحة تحكي قصة داري المدمرة، قرأت في عينيها الحزن وفي عيني القهقرة، وقرأت آلاما منشرة وأجسادا ممزقة، رأيت ذلا في عيون العالمين وداريا صامدة كشجرة. فقلبت صفحة بعد أخرى، فهنا انشقاق جماعي وهنا قصف كيماوي يليهم بطاح عالمي وهنا مجزرة. رأيت آلاف الذكور لكنهم في علم الرجولة مسخرة. وفي الصفحة العاشرة رأيت في اجتماع عاجل حمرا مستنفرة، فرت من قسورة خرجت ببيان أممي كله ثرثرة. أحسست أننا في ثورتنا مثل الكرة، سئمت من قراءة الكتاب وفتحت التلفاز، أنباء عن تشكيل جماعة مكفرة وأخرى تتعبد في المقبرة، فجأة تطل في آخر النشرة هذيعة تسأل طفلة من خوفها مسمرة عن أمها المقتولة الممددة. وبعدها مشهد شدني لصبي يضم بندقية والده المذخرة، قد حجز إلى الموت
التذكرة فأيقنت أنهم سيصفوه بالإرهابي وأن الثورة لابد منتصرة منتصرة. انطلاقا من مصطلح الشعر المنثور والنثر المشعور، الشعر المنثور والنثر المشعور، هل تحب أن تزاوج وتدمج ما بين أسلوبين؟ مثلا أن تكتب مرة ملتزما بوزن وفي نفس النص يعني تخرج عن الإيقاع ذهابا إلى النثر، ما هي الفكرة النفسية التي تحاول ترقى بابها هنا؟ هل هناك رسالة معينة من وراء هذه الطريقة؟ حقيقة كما يقال يعني يباح للشاعر ما لا يباح لغيره، لأنه حقيقة يتقلب في الوجدانيات والنفسيات. فالقصيدة أحيانا تولد شطرين، وأحيانا تولد تفعيلة، وأحيانا يكون هناك تزاوج أنا لا أملكه ولا يعني ولا أقصده، إنما هي ترجع للنفسيات والوجدانيات عندما يكون هنالك مشاعر متراكمة وسريعة الإيقاع تخرج تفعيلة، وعندما تكون هنالك مشاعر يعني قوية ومشاعر محكمة تخرج شطرين، لكن الشطرين هو الأحب إلى قلبي وإلى قلوب يعني الناس بشكل عام. لكن أحيانا التمازج يعطي إيقاعات مختلفة، وهذا ما يوصل الشعور بشكل أكبر. حدثني عن فكرة تزييف التاريخ الآن، وكيف يمكن للقصيدة أن تواجه وتجابه هذا التزييف بحيث أن تقدم التاريخ الصحيح والصادق الذي يحفظ للأحرار نضالاتهم وأدوارهم البطولية المركزية والفاصلة في تاريخ الأمم والشعوب؟ حقيقة من لم يقرأ التاريخ يكتب عليه بإعادته، وأنا أقول من لم يكتب التاريخ فليستعد للتزوير. نحن بدورنا الشعراء والكتاب والأدباء وأهل الحل والعقد عليهم أن يوثقوا التاريخ في الشعر وفي الأدب وفي النثر وفي القصة وفي الملاحم لكي لا يزور إلى الأجيال التي تلي، وهذا واجب وأمانة على الجميع، لأننا إن لم نوثق التاريخ فسيكتبوه على أهوائهم وستزور الحقائق، وسيلومنا أبناؤنا وأحفادنا فيما بعد أننا لم نوثق ذلك. وهذا الخطأ تكرر في كثير من مفاصل الحياة العربية. لذلك أنا أناشد كل حر، كل صاحب منبر كمنبركم هذا، أن يوثق اللحظات. القصيدة كما تفضلت في بداية الحلقة، القصيدة لا تموت، والقصيدة هي أقوى من التاريخ. العبث في القصيدة صعب جدا، لكن العبث في التاريخ مع ضعاف النفوس سهل. لذلك توثيق الأحداث وكتابة الأحداث على شكل قصة شعرية هو ما يلزمنا حاليا، هو ما يلزمنا حاليا. ويلزمني شخصيا الآن أن أطرح عليك 5 كلمات وتعطيني معنى كل كلمة انطلاقا من إحساسك تجاه الكلمة. لا أريد معناها الدارج والمعروف والمتداول بين العامة، وإنما أريد المعنى الذي يمثلك شخصيا. اتفقنا على ذلك؟ اتفقنا. الساعة. العمر. الوجع. دائم. التراب. نحن. الأم. كل شيء. الأرض. الأصل. جميل هذا الرد، كلمة مقابل كلمة، بعيدا عن الإسهاب أو الإطناب أو الإطالة. خذنا الآن إلى النص النثري أو الشعري الجديد، لك أن تسميه ما تشاء. لملم لملم أحزانك واتبعني من بعد الآن، لا شيء يهم في ليلة أمس قد سقطت في سوريا دمعة أم، قد سقطت في سوريا دمعة أم، قد هدمت آلاف الأحجار، قد سقطت آلاف الأستار عن شعب رفض الذل وتبنى الإصرار، والآن لملم طلقاتك واتبعني، فلنفجر بركان الدم ولنفهم بشار الأعمى ما معنى الدم، دمشق تصيح الخنجر أدمى خاصرتي، بغداد تجيب
بغداد تجيب إيهن يا شام فالتقفي فصمودك يرسم لي أملا بالوطن الأكبر فاصطبري ما اشتد الليل ولا حلك ما اشتد الليل ولا حلك إلا آذن بطلوع الفجر هاجر طفلة سنوات خمس تلهو مع دميتها ترسم ألوان الطيف جدائلها تحلم بالعيد وحلو العيد سقط الصاروخ سقط الصاروخ سقطت هاجر مثل العظماء لحقت هاجر ملايين الشهداء صارت أشلاء أشلاء سقطت مع هاجر كل خيانات العرب سقطت مع هاجر كل حكومات الذل احترقت احترقت مع هاجر آخر نخوة عربي آخر قطرة بترول الأمم المتحدة الدول العربية المتحدة ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون أن يأتي ابن الزاني كي يهدم كل الأسوار؟ والموت سلاح نحمله نحن الثوار سيفيض النهر سيفيض النهر وسيغرق كل فلول الذل وسيجعل أسوارك سوريا للغازي قبر سنلقن هولاك العبرة وسنكتب سفرا عن حق الإنسان وسنرفع علم الثورة فوق ترابك يا جولان هذا ما نتمناه ولكن كيف ستحقق هذا وقد يعني بددت آخر قطرة من النخوة ألا يمكن لهذه النخوة أن تكون كامنة باقية تعشوشب داخلنا تستمر لا يمكن لها أن تموت أو تجف الواقع هذه الكلمات في لحظات لا أخفي كانت في لحظات قهر ويأس من مشهد الطفلة هاجر وكيف قصفت وكيف صارت أشلاء لكن النخوة العربية عندما تستيقظ لن يستطيع أحد أن يخمدها وهذا ما نراه يحاولون بالثورات المضادة وإخمادها يعني يحاولون إخباء ثورة هنا فتظهر هناك وإخماد أخرى فتشتعل عليهم بقية الأماكن وهذا ما نأمله حتى ننال حرية رغم كل ما يكتنفنا ويسكن صورتنا الممزقة بفعل ما نعيش رغم كل ما يسكنها من وجع إلا أننا قادرون على حب الآخر قادرون على تذكر أننا لا نزال بشرا ولدينا من الأحاسيس والمشاعر ما يجعلنا أكثر تشبثا بالحياة وإيمانا بأنها رحلة تشاركية ممتدة إلى القصيدة الأخيرة أو النص الأخير تفضل نعم لك أن تختم بما تحب نعم إن شاء الله سنختم بهذه القصيدة حقيقة الغزل هو ديدن العربي وحتى لو كانت القصيدة في الفخر أو في المدح أو حتى في الهجاء لابد من مقدمة غزلية لتشنيف أسماع المستمعين تفضل آية الحسن أميرة الحسن قد صيرتني مزقا بسهم لحظ أصاب القلب فاخترقا حتى صحوت فإذا بي هائم طرب يرافق الحب في أعماقه الشوقا فرحت أبحث عن طب يخلصني بغير هدي ومثلي يجهل الطرقا فما وجدت دواء للهوى أبدا فما وجدت دواء للهوى أبدا يشفي المصاب بسحر كاد أو نطقا أمعنت في صمتك الفتان أسأله علي أبرد ما في داخل بثقا ألفيت في عينك الحوراء عن كثب
الحسن والحزن والإشراق والقلق. وبت كالطفل مفتونا بعالمه، يداعب الشمس والأمواج والأفق، أو كالمقيم على ثوب يرقعه حيثما نابه فتق به رتقا. هلا نظرت إلى قلبي وخلجته لتعجبي منه رغم الجرح أن خفقا. لا تفجعيه فقد أبقاك داخله روحا يحن لها، وهو الذي صدق. قالوا انسها، قلت أنسى العالمين بها. قالوا تناسى، قلت اليأس والقلق. لم تبصروا مثل ما أبصرت طلتها، أو تدركوا من هواها الطيب والعبق. إن لم تجبني ففي الأحداق لي شغف ما أبلغ القول إن ترسل به حدقة. ما أبلغ القول حينما يكون موجها إلى الأوطان أيضا، فهي الوطن الكبير وحضن الحب الأشمل والأعظم والأبقى. رسالة طمأنة إلى سوريا وعموم أوطاننا العربية في ختام هذا البرنامج، ماذا عساك تقول؟ ما اشتد الليل ولا حلك إلا آذن بطلوع الفجر، وأشد لحظات أو درجات حلكة الليل هي قبل الفجر بثواني. الفجر أشد ما الليل أشد ما يكون سوادا وغسقا قبل الفجر بثواني. فلا نيأس، الفرج اقترب والنصر اقترب، لكن هي لعبة عض على الأصابع. الذي يصبر أكثر سينتصر، وما ضاع حق وراءه مطالب. أستاذ محمد الشريف من إدلب في سوريا، كنا سعداء بهذه القراءات النثرية الجميلة وبما فيها من الشعر وصدق النفس الشاعرة بمعاناة هذه الأوطان المكلومة، التي نتمنى من الله أن يعجل بفرجها. حقيقة كنا سعداء جدا بتشريفك لنا وهذه القراءات الطيبة، ونتمنى لمثل هذه اللقاءات أن تتكرر إن شاء الله. شكرا لكم وشكرا لإتاحة هذه الفرصة، سعدنا بكم. نلتقي لاحقا بإذن الله. شكرا جزيلا إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.